مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير كبيس الحار. طريقة كتير سهلة وبسيطة. عنا أول شي حار، كمان مي مغلية، ملح خشن، سكر، نص كوب صغير خل. ممكن تستعملوا أي خل، ما في أي مشكلة. أول شي بدنا نعمل طريقة تحضير المي. استعملت مي مغلية عشان بتعقم الكبس. راح استعمل كوب المقص. بسم الله، كوب، اثنين، ثلاثة، أربعة. حطينا أربع أكواب من أكواب المقاس، كمان بحط أربع معالق طعام ملح بهيدا الشكل خفاف، ما بعبيهن كتير ملانين. حطينا أربع معالق طعام ملح، كمان بحط نص ملعقة صغيرة سكر، السكر بيعطي قرش للكبيس، وبحط الخل. بنخلطهم مع بعض منيح. داب السكر والملح، هلا بحطهم على جنب لا يبردوا. بالوقت اللي حطيت فيه المي لتبرد والخليط اللي عملته انا وياكم، هون بدنا نقص الحار بهيدا الشكل، شي بسيط ليفوت الخليط بقلب الكبيس. بقصهم بهيدي الطريقة. أكيد الحراط قبل ما استعملهم غسلتهم وصفيتهم منيح. بعمل الحراط كلهم، برجع بكفي أنا وياكم. بس بردت المي منيح، هلأ بدنا نحطهم للحراط بمرتبين. بسم الله، بنحاول قد ما فينا نزرقهم على بعض. الحراط بالمرتبين بهيدا الشكل، هلا منحط من خليط المي والسكر والخل والملح فوقهم. كمان بسكر المرتبين منيح. هلا بعمله بهيدي الطريقة، المرتبين بصحن بهيدا الشكل، وبحطه اسبوعين على المجلى او بظرفي بقلب المطبخ ليستوي عنا كبيس الحار. بحطهن على جنب. مرحب احبابي، كيفكن؟ ان شاء الله اليوم تكونوا بخير وعافية. اليوم بعد مرور 14 يوم على الكبيس، اسبوعين، بدنا نشوف مع بعض كيف طلعوا. هيدا الشكل للكبيسات. هيدا الشكل النهائي للكبيسات، كبيس ناجح 100% وريحة كتير كتير رائعة. شايفين؟ بعده بيقرش الكبيس. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.